فاز فريق بيراميدز على نظيره فيوتشر بهدفين مقابل هدف مساء أمس ليتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة في وصافة المجموعة. وسجل علي جبر هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 15، ثم عزز عبد الله السعيد النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52. وفي الوقت بدل الضائع قلص اللاعب أحمد عاطف النتيجة مسجلا الهدف الأول لفيوتشر، ويتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي، وصيفا في ترتيب المجموعة خلف الجيش الملكي. حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره بلد الوليد بستة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني. بهذه النتيجة يرفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة 59 في وصافة جدول الدوري، خلفا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 والمركز 16. ضمن اللاعب أحمد هشام أول ميدالية لمصر بعد تأهله لدور نصف نهائي في بطولة العالم لسلاح السيف تحت 17 سنة المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من الأول من أبريل وحتى يوم 9 من الشهر نفسه. افتتح هشام مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات والتأهل مباشرة لدور 64، محققا الفوز في الأدوار السابقة على بطلي أوكرانيا والبرازيل، ثم التغلب على بطل كندا، وأخيرا التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجة 15 مقابل 6. نجح يحيى زكريا لاعب المنتخب الوطني للجمباز في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر بحصد الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في تركيا. وحقق يحيى المركز الثالث بعد جمع 13.700 نقطة خلال مشاركته على جهاز المتوازي، ليصبح أول لاعب مصري يحصد ميدالية في بطولات العالم للناشئين. ومشاهدينا، إلى هنا انتهى موجزنا الرياضي، وعودة إلى الزميلة أمل صالح لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك يا أمل. شكرا لك يا مريم.